أيضا الفنان الكبير والعزيز الأستاذ عزة العلايلي، بشكركم جدا. ومعنا كمان على اتصال تليفوني آخر من فنان آخر أيضا كلنا بنحبه جدا، عمنا صلاح عبد الله، أهلا بيك معنا. أهلا أهلا بيك يا جهاد. أهلا بيك. لسانة وأنت طيبة ومصر كلها طيبة، بس انا هقول ايه بعد اللي قاله يوسف بيه؟ هتقول احلى كلام، ما احنا يعني مستنيين منك، انت بترتجل على الهواء. انا مكسوف من نفسي قوي. وينفع بعد هذه القامات يعني صلاح عبد الله هيقول ايه؟ ما احنا بنضيف قامه ثالثه يعني، احنا يعني يعني وحضرتك فنان وشاعر ومصر كلها بتحبك. الله يبارك لك. انا كنت بسمع التليفون، لا طبعا بتقال كلام حلو قوي، وكان مسك الختام اللي قاله عمنا يوسف القعيد اللي انا بحبه بشكل شخصي جدا، يعني بحبه جدا طبعا. عزة العلايلي بقى ده هو عارف هو بالنسبه لي ايه، انما يوسف بيه انا نفسي اقابله والله، نفسي اشوفه ان شاء الله. نعمل حلقه على قناه الحياه هنا في برنامج العيله، ونستضيفكم مع بعض، تنورونا وتلتقوا بقى على الهواء ونتكلم احلى كلام عن مصر ان شاء الله. والله احلى عيله، احلى يا عيله رب. جهاز. يا بص انا هقول لك حاجه كده بسرعه، عشان انا مريت بتجربتين ليهم علاقه قوي بتحرير سيناء الغاليه. اول مسلسل اشارك فيه واول مره اطلع في التلفزيون كممثل كان مسلسل سنبل بعد المليون. ايوه، مع استاذي محمد صبحي طبعا، واحمد عوض حبيبي المؤلف والمخرج الراحل الله يرحمه العسل احمد بدر الدين. سنبل بعد المليون جانا، احنا صورناها في نويبع. وكانت اول قافله فنيه تقريبا تدخل سيناء من خلال التلفزيون المصري، التلفزيون العربي المصري. وكنا بنصور في نويبع، وكانت قدامنا طابه، وكان للاسف لسه العلم الاسرائيلي مرفوع على طابه. يا ساتر، يعني انا متخيله شعورك بقى وانت شايف العلم، يعني حاجه يعني تجيب الضغط. يا جن انا عشان يعني بقول لك يعني منظر العلم الاسرائيلي ده يجيب الضغط اصلا، يعني لما تشوفه على ارضنا لا ربنا يبعده عننا. ايوه ده اللي كان حاصل لنا، ما انا بقول لك كان في عز سعادتنا واحنا بنشتغل وبكده في المسلسل في نويبع في سينا. كنا زعلانين قوي ان ايه ان طابا لسه تعال. تمر الايام بقى وارجع اشتغل بعد سنين طويله، ارجع اشتغل في فيلم المصلحه مع ساندرا نشأت. فين بقى؟ في طابة. في طابة نفسها بقى. بعد استردادها بقى الأعلام المصرية ترفرف على كل حتة في طابة. ايه شعورك بقى يا استاذ صلاح؟ لا شعور عظيم عبقري، سينا رجعت كاملة لينا. ايوه بقى، ومصر اليوم في عيد. امال ايه، انا نفسي تجيبي والله مصر اليوم في عيد. والله يا ريت زملائنا في كنترول وشعر شاديه كده. ايوه تحرير سينا. أيوة. قلت اوعوا فرحتنا بصلاح تنسينا سينا، اوعوا فرحتنا بصلاح تنسينا ابطالنا اللي بيطهروا سينا، اوعوا فرحتنا بصلاح تنسينا ابطالنا اللي بيطهروا سينا. لازم ندعي لهم، ندعي لهم ليل نهار. لا هم بيعملوا حاجه هايله عظيمه، وان شاء الله سينا هتتطهر تماما تماما من الارهاب. بعد كده بقى اللي اشار اليه بقى يوسف قعيد، لا لازم سينا تتعمر تتعمر، ما تبقاش ايه الحته اللي هي على طول بيحاولوا يدخلوا لنا منها. طبعا. طيب يا استاذ صلاح، ما كتبتش كده حاجه عن سينا ولا ترتجل؟ دايما لما بستضيف حضرتك على التليفون يعني بتشرفنا، بتسمعنا حاجه ارتجاليه وبتطلع في الاخر الشعر بقافيه ووزنه وكل حاجه. قول لنا حاجه عن سينا. لا بصي، اصل سينا يعني اللي انا مش يعني مش شعر قوي يعني، انما الشعر العباقره الكتير كله كتب عن سينا طبعا، كله واحلى الاغاني الوطنيه اتقالت في سينا. لا ده سينا دي هي واخده اكبر كم من اهتمامنا ومن حبنا انما انا دايما بكتب عن المصريين يعني في لما بيبقوا فرحانين يعني في الاعياد الجميله زي عيد تحرير سينا. فرحتهم امبارح بابنهم محمد صلاح، وقبلها بكم يومين لما خد الجائزه، فرحتهم بكل البيانات اللي بتجينا من سينا وبنقضي فيها على الارهابيين وبتاع. وقلت لهم الله عليكم يا مصريين، الله عليكم الدنيا، وانتم فرحانين فرحانه بيكم، واحلى حاجه حبايبي فيكم اللي في قلوبكم في عينيكم.
الله دول المصريين. الله الله الله، جميل يا استاذ صلاح، وانت دايما يعني بتنتهز اي فرصه فيها فرحه للمصريين وتكتب كلمات جميله ودايما منورنا، وبشكرك جزيلا على مداخلتك الجميله. جميل، ده انا اللي بشكرك. يا رب ان شاء الله، وتوعدنا بلقاء على قناه الحياه وبرنامج العيله ان شاء الله قريبا باذن الله. الفنان الكبير الاستاذ صلاح عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك.